لحظة، وين أخذ التياب؟ كنت عم عزل غرفتك ولقيت هدول التياب كتير دي موديل بدي كبون. كيف يعني بدك تكبيهم؟ حبيبتي هدول تيابي جداد، بعدين هي البلوزة الزيتية تحديدا، هي هدية من أخي سليم ولا نسيتي؟ إذا من أخوك سليم لا، يلا مع إنه شكلها دي موديل بس يلا منتركها بالخزانة. بس ما تقلي لي إنه هدول حلوين، عن جد كتير بشعين، ما بينلبسوا، بدي كبهم. لحظة طولي بالك يا حبيبتي يا مها، كيف يعني بدك تكبيهم؟ لك هدول جايبتهم أونلاين وحقهم ما فتح ورزق. قد ما كان حقهم حبيبتي ما بنلبسوا، ولا ما بتسقي بذوقي. أنا ما بحكي لك كلمة حق لو على قطع رقبتي، ولا نسيتي كيف دافعت عنك قدام سليم؟ مها حبيبتي خلص اتصرفي اللي أنت بتلاقيه مناسب، أوكي؟ هيك صرنا أصحاب، يلا حكبوا. اسمعي يا سلعوي، أنا واصلة مشوار صغير، بدي إياك تقعدي مع حالك وتعيدي حساباتك وتفكري باللي قلت لك إياه مليح، فاهمة؟ ما هذا بحت لين؟ تستاهل. قومي ولي. ولد فيروز. يلا يلا بخلص قهوتي وجاي. على مهلك، على مهلك، ما عم بقدر أحرك إيدي، أصابعي ما عم بقدر أفتحهم. حسك اللي تكسرت. ما ضل فيني ولا عظمي. اطمني انا هون موجوده ورح افحصك واعالجك كمان. يعني في امل تعيش يا دكتوره؟ يا رب. معلش يا جماعه نهدى شوي عشان اعرف افحص المريضه صح. ما وصيتك سليم، اذا الله اخذ امانته ديري بالك عليه. قولي على قامتي، رح تروح البنت من بين ايدينا وانا رح اروح فورا من سليم. يا جماعه اهدوا، بدي اعرف افحص المريضه. ماما بصير تاخذي معها وتطلع برا شوي و... حاضر حاضر يا دكتوره. خلص يلا يا مها امشي نطلع برا، خلي الدكتوره تشوف شغلها، ان شاء الله بتقدر تنقذها من الموت المحقق. عن اذنك يا دكتوره تفضلي معي. تفضلي. ان شاء الله مشان الله انقذي. ان شاء الله. على مهلك. ولا كسر فيكي يا كاسر، بتخوتي علي؟ شوفوا أنا كطبيبة أقسمت إني أكون صادقة جداً مع عائلة المرضى، وهذا القسم مقدس جداً. بس سيبوكم المقدس هلأ، لازم أسير صحبة مع لين عشان أورجي ماما إنه أنا مش معقدة. لين ضخ. ولي على قامتك يا مها، شو بده يصير فيكي؟ ولي على قامتك، ولي على قامتك. طمنيني بسرعة. خلص يا مها اهدي، الدكتورة عملت اللي عليها والباكي على رب العالمين. طمنينا يا دكتورة، كيف الوضع؟ بداية يعطيكم العافية. شوفوا المسكينة وقعت وقعة قوية جدا، بما أدى لانكسار نادر جدا. بالتالي لين بحاجة لراحة طويلة بس بدون جبصين. وأنا بتطوع إني أدير بالي عليها لبين ما تشفى. شكرا. ينطيك العافية يا دكتورة. ولي على قامتك والله لا يفرمني، فرم سليم. هسا يفرمك يقطعك، هذا شأن عائلي، احنا هسا بهمنا صحة المريضة. خلص كبرتي عزيج، تروحي فقي على كد ما بتنقي. يا حبيبي. منور ابو فؤاد. سايق فيها السلطة، كل يوم فيها عرضة. وانا زي اللي ماكل بلطة، ياخي جيب للشرطة. وشو بدك تسوي هسه يا كرمبو؟